طيب دكتور علاء، تحدثنا عن منع السلطات الأمنية في قطر لدخول شارات الشواذ، وبالفعل منعوا كثير من المشجعين كانوا يرتدون شارات الشواذ. هذا الأمر جعل هناك حالة من الغضب لدى الإعلام الألماني. اللافت للنظر بأنه كان هناك أحد المحللين في أحد القنوات الإعلامية الألمانية يطالب اللاعبين بعمل تصرفات جنسية شاذة احتفالا منهم بأي هدف يحرزونه. يعني لن أقول ماذا طلب منهم، لأنه بالفعل يعني خارج عن المنطق والعقل والأعراف. ماذا تقول عن أمثال هؤلاء؟ أنا طبعا استمعت للكلام الجميل اللي حضرتك قلته في الفترة ما بين الاتصال الأول وهذا الاتصال. فالمسألة فعلا المونديالات اللي يعني بتحدث بيحصل فيها شيء من تلاقح الثقافات، وكل واحد بيجي بالإناء بتاعه وكل إناء ينضح بما فيه. الآن ظهر أن المسلمون وأن المسلمين والعرب أصحاب يعني قضية ثابتة وعادلة، وأصحاب دين يعني هو الدين الخاتم، وأصحاب فطرة سليمة، وأصحاب أخلاقيات عالية وحضارة متطورة. شاهد هذا 1.5 مليون مشجع الذين دخل منهم المئات في الإسلام أثناء أيام قليلة، وشاهد ذلك أيضا 3 مليار، ويشاهد إلى الآن 3 مليار حول العالم هذه الأخلاقيات العالية للشعب القطري والشعب المغربي الذي نظف الاستاد بعد المباراة، وأيضا الشعب أو المشجعين اليابانيين الذين نظفوا الاستاد بعدما انتهت المباراة. وشاهدوا أيضا وزيرة الداخلية العنصرية يعني المتخلفة أخلاقيا وعقديا، يعني عندما لبست الشارة شارة الشواذ وكذا، ورأت كيف يعني اعترض الإنجليز واعترض الألمان واعترضت 5 أو 6 دول أوروبية.